تونا قلنا التسليمات ما هطل تونا قلنا يلا. هذا واحد من ربعنا يا طويل العمر، عشق وحب، والحب مو عيب قابل الله، ولو شيء ما حرمه الله لما صار حب على النقاب على لا. المهم حب وراح خطب وعيوا عليه، وخطب وعيوا عليه، وشدوا من عندهم. يوم شدوا هو يزوج، ما عاد يبي، ما عاد هو متزوج، ما عاد يبي يوم الثاني، اي الله الله، ما عاد يبي اهله، لا عاد يبي اخوانه، لا عاد يبي العمه، كل ما عدلوه من درب. واحد ما يداني يقول له سافرك، ضاقت عليه لوسيه، فتبعهم روحوا وشد وراه، اخذ حوالي 4 سنين ولا حولها وهم يدربهم، ولقاهم ما بطع عنهم ولقاهم، واخذ 4 سنين وهو على وجهه من اهله، وقعد البنت تبيه وهو يبيها، لكن اهلها معي. صارت البنت تسرح بفطور ما تاكله، تحطه للرجال ذا ياكله، ياكل الفطور تعود ما معها شيء. فم ما درت، قالت البنت دي تروح بالفطور، عرفت ان عندها علم. اخذ 4 سنين ولا حولها، طلع اخوه الولد الرجال ذا ولد عمه، قال والله ما نعود الا بفلا. روح هاموا على وجههم يدورون 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 لين لقوا العرب ذولي. خشع الرجال سلام طيبين كيف الحال عينتونا فلان؟ قال ما عيننا. فزاد الرجال وعد، جات الحرمه قالت انت تنشدون على فلان؟ تقول هم البنت تنشدون على فلان؟ قال والله الله. قالت البنت تشرح بفطور ما تاكله وتعود ما معها شيء منه. قال اي ادري العلم كذا خلاص، هي متى تجي؟ قال المغرب تضوي علينا. قال احدى يوم حرت المغرب، قال هي ضاوية بالغنم، يا حي يا حي يا حي يا حي، وهو يترقب في المجلس ولي واحد من اخوانه حليه ويتعزمه. قالت انتم تدورون فلان؟ قال اي والله ندور فلان. قال والله شوف نجمه الثريا، ها والله انا ابعد عليكم منه، اقرب ابعد عليكم منه، ابعد عليكم منه، انكم ما تشوفونه، لا تحلون بعيونكم. اكليه. قالت انا علمتك. قال اسمعي اسمعي، هذه قرشين ولا ثلاثه، اعطيه اياها اشتري بها ملابس واشتري بها شيء له، جد ملابسه تقطعت وقد حالته مبروك. اعطاه الكترون هذا، ايوه اعطاه وعود. امسوا واصبحوا وهم يدكون، الحرمه سرحت من نيه وهم سرحوا منه، رايحين لها معودين لها. فالبنت قامت تسرح وترقب، تسرح ترقب تنظرهم اللي يلحقونها، هم ما اعطوها بال، خلوها روح لين اتقوا بهاك الضلع اللي ما تشوف، اللي لدت بينها وبينها الضلع ما تشوف. يوم اتقوا بالضلع ما يلفون يسار بيخطمون عليها، في سرحت، عرفت ان الوضع ما سرحت، ان الرجل ما هم جاي. يوم خالد شوي غير البندق مثارت، هو دائم كل صبح لازم يثور البندق مرة ولا مرتين وشب النار وتدخن عشان تدري ان الرجال لهم مكان. رمى الأولى، الثاني سمعوا الرياجيل الرمي ورقبوا لهم، غير 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 يعدون يعدون لأن أرقبوا من هاك المشرف. ولي الرمي الثاني يوم النار دخنا، قالوا أنا في المكان، لا أكدوا المكان، قالوا روح نبنا لحقه قدام الحرمة تجي تعطي فطور. أغاروا الرياجيل يوم وصلوا، قال يا فلان أنا عارفه والله، اللي وصل السلاح قدامي نصله يذبحنا، لكن أنت أغير البندق وأنا بغير الرجع، أنت تلزم البندق وأنا بلزم الرجع. قال اهدأ. أغار الرجل عليه وطبحوا عليه، واحد أروح من البندق واحد مسك، أنت كاتف الرجال وطرحوه وربطه، يا أبو فلان يا عبد البدل ياخذ مقطع، قال خرب عليه خرب عليه خرب عليه المقطع. المهم ربطوه
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مبارك. حياكم الله. خرب على المقطع. المهم في قصة والله. في قصة يا رجال. اسمع اسمع معك ما تمزح. المهم ربطوا الرجال. جات البنت. ايه دوبكم عليه. لا تعورنا بالرباط. والله انه ما يستاهل. قالوا ما عاد يلتزمون فيه الحين. اخذوه وشلوه. روحوا لين وصلوا الديرة. نزلوه في الديرة. وصار واحد من يلعبهم مراقبين عليه. سلام. مراقبين عليه ما يروح ولا يجي غير رجع لمع مره وين ما اتجه معه قال يا رجال من عوني انا خلاص ما عاد رايح قالوا بس انا عقب خسنه اعطوه بندق ما تثور قال هاك البندق ذي اهتم بها لا جاك من المرمر قال اهدا اخذ البندق ذي والرجال وجربها بعد يمكن حوالي شهرين مدري جربها على صيده ولا ما تثور قال لي اثركم مسوينها فيني أذكركم تبونها فيني كذا والله ثم الله إنكم ما تفرحون إني أروح لا أخليكم صراحة بهاك الغنيمة يوم وصل الضلع إلى الضلع اسمه عطف وهي دفعها على الضلع قال لي عطف دوك الظان ولو علم عزاك زاك افطل هذه بالخلال يجيها إيها علم بها زين الوصايف اللي جاك العلغنم للطرق تراح فيها إيها وسلامتكم سلمت حياك الله حيا الله علمك والله ذكرتني بالابيات اللي يقول معاد باقي جديد